السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هو سلمان اوريو فلاير. واليوم جيب لكم فيديو جديد من جي تي أي 5 طبعا الجيم بلاي في جي تي أي 4 لوست ان في هذا الفيديو راح اجاوب على الاسئله الاسئله ما هي كثيره بس في كذا سؤال احب اجاوب عليه. لان عندي الاجوبه يعني عندي عندي معلومات عشان اجاوب على هذه الاسئله. المهم من احدى الاسئله يقول واحد اسمه ما ادري بالضبط بس راح تشوفون اسمه هنا بالشاشه بس انا ما اعرف انطق اسمه. الزبده يقول ابي اعرف اذا ركبت سياره في تصوير داخلي ولا لا؟ ودي اعرف الجرافكس من داخل السياره. <applause> انا نفسك انا نفسك والله ود يعني ودي اشوف الجرافكس من داخل السياره بس للاسف جي تي اي 5 ما راح يكون فيه تصوير داخلي اللي يسمونه كوكبيت فيو الكوكبيت فيو ما راح يكون موجود في جي تي اي 5 يعني زي اللي شفناه زي اللي تشوفونه فيديوهات فورزا هورايزن uh, اللي نزلها انا في تصوير داخلي من جوا السياره ف جي تي 5 ما راح يكون في هذا الشيء من المعلومات اللي قريتها وحسب ما سمعت انا انه ما راح يكون في تصوير داخلي وانا مره منقر من هذا الشيء لكن لما لو, لو تفكر فيها يعني جي تي اي فايف يمكن ركز على حاجات ثانية يعني أكثر من التصوير الداخلي يعني التصوير الداخلي غالبا نشوفه في سيارات يعني في أسرة سيارات زي مثلا فورزا وجران يعني آه والحين راح يكون في درايف كلاب بعد الشريط الجديد راح يكون على البي اس فور المهم آه فأنا للأسف ما راح يكون فيها أدري شي يقهر شي يقبن بس وش نسوي على الأقل أن يعني اللعبة لعبة بطلة طبعا في سؤال ثاني من واحد اسمه آه نيزار 999 جيمز بدون الاي <applause> المهم آه يقول في جي تي اي راح يكون معك ايفون آه ما ادري يعني آه انا اعرف انه راح يكون فيه آه جوال يعني راح يكون دائما يكون معك جوال بس انه ما ادري بالضبط وش الجوال سامسونج ايفون بلاك ما ايش يعني مش, مش تفرق يعني آه لانه ما هو صدقه يعني لعبه فهذا جواب يعني انا ما ما عندي اي معلومه هذا اذا كان في جوال يمكن غيروا طريقه التحكم بس اتوقع انه راح يكون في جوال يعني من بعض المعلومات اللي سمعتها انه لازم تستعمل جوالك في بعض الحاجات فاتوقع انه راح يكون في جوال أم... سؤال اخير راح اجاوب عليه أم... من hkm 2031 يقول ليش ما تلعب بلاي ستيشن اوكي للناس اللي يسالوني لاحظت انه في كثير ناس يقولون طيب وحنا حقون بلاي ستيشن مالنا رب اوكي انا اعرف انه يعني في كثير من المشتركين او المشاهدين عندهم بلاي ستيشن انا عندي بلاي ستيشن 3 بس انا ما استعمله يعني اخر مره استعملته يوم جيت اخذت لاست اوف بعدين خلاص تركت البلاي ستيشن ما يعني ما انا من الناس اللي يعني ما ح... كذا ما عاد حبيت البي اس 3 يعني اليد حقته تقهرني يد صغيرة انا متعود على يد اكس بوكس فعشان كذا ما العب ps 3 غير كذا ما في شيء يجبرني اني العب البي اس 3 يعني الالعاب اغلب اغلب الالعاب اللي شريتها دائما شريتها على الاكس بوكس آه ف 3 يعني ما عندي شيء العب بعدين انا في البدايه ما راح اشتري الجي تي اي على البي اس 3 احتمال اشتري يعني احتمال اشتري عشان يعني العب واسوي آه فيديوهات مع المشتركين يعني في احتمال ما ادري يعني اشوف يعني بعد الايام بعد ما اسوي آه آه ال 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 الكرو حقي آه او العصابه حقتي آه وفكر يعني اشوف اذا اذا ما في يعني ناس كارب بحكم انه اكثر الناس اللي يلعبون يعني غالب آه الاغلبيه دائما يكونون حق البلاي ستيشن يعني اغلى اكثر من الاكس بوكس. آه وهذا هذا الصدق يعني انه اغلب الناس اللي يلعبون يعني في الكوميونتي العربي يلعبون على بي 3 من حسب ما شفت. آه فهذا جوابي. المهم في برضو كومنت ثاني ما هو يعني ما هو سؤال هو يعني زي يبغى يقول لي شيء فانا حبيت ارد عليه. يقول هي مو عصابه هي فرقه يعني تيم. انا عارف انها هي فرقة يعني بس انا ما احب اقول فرقة يحسبونها فرقة طققات انا بقول عصابة عشان مثلا لو اقول عصابة يقول اوه هذا هذا عنده عصابة هذا مع عصابة هذا يعني اسم عصابة اسم عصابة يجذب اسم فرقة ما ادري يحس فرقة مغنية يعني ما فهمت قصدي فعشان كذا انا اقول ااا آه... عصابة والشرطة مزعجين ما ادري لل... 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 الدفاع المدني دائما يمرون من, من الشارع اللي اسوي كونتريات فيه الزبدة خلنا نستنى خلنا نستنى لين ما يروح الصوت هذا يعني خلنا نستنى اوكي اوكي خلاص راح خلنا نكمل الفيديو آه طبعا في بعض في بعض المعلومات قريتها يعني آه امس واليوم انه راح يكون في ثلج في جي تي اي 5 راح يكون في ثلج يعني ينزل زي ما يكون في مطر راح يكون في ثلج فهذا شيء جديد يعني ترى على جي تي 5 ما قد نزل ثلج اتوقع انه ما قد شفنا يعني في سان اندريس ما كان فيه جي تي اي 4 ما كان فيه آم ما ادري الليبرتي سيتي الجزء القديم مره مدري ما اتوقع انه كان في اتوقع يعني كان اتذكر بس مطر بس انه يعني مع الجرافيكس الممتازه راح يكون في ثلج يعني راح يكون شيء خيالي آه ف هذه هذه معلومه مره سعدتني يعني استنست فيها آه وبس بخصوص العصابه انا اقصد آه آه الكرو آه طبعا كيف تصير معي في الاصابه او شيء زي ما قلت انا امس لازم يكون انت فوق ال16 تسوي لي اد على الاكس بوكس أه حطيت الجيمر تاغ وانا بحطه هنا في الديسكربشن و... وهنا راح نسوي عصابه يعني زي الكرو راح نسوي كلنا نشترك في الموقع حق روك ستار جيمز او سوشيال كلوب أه ونسوي كرو يعني آه، راح يكون في يعني آه، تضبيط لهذا الوضع بس انه في البدايه ما راح يكون الاونلاين متوفر ففي البدايه انا يعني اول اسبوعين راح العب آه، في, الـ في القصه لما ما اختمها والى ما اعرف كل شيء بعدين راح نبدا بشغل العصابه فاتمنى تفهمون هذا الشيء آه، وزي ما قلت حقون البي اس 3 ما اقول لا من عيوني بس انه ما اتوقع انه يعني اول ما ينزل جي تي راح اقدر العب على البي اس 3 لان انا في البدايه راح اشتري الاكس بوكس بس بعدين يعني بعد فترة كذا يمكن اشتري على PS3. آه بخصوص يعني العصابة والفيديوهات اللي راح اسويها عن عصابتنا احنا. <applause> اتوقع اني راح اسوي يوميات يعني من آه في واحد في الكم... في واحد في الكومنت سكشن كتب يعني سو انه زي اليوميات آه للعصابة حقتكم. آه وفي كذا واحد يعني كذا واحد سوى لي في آه الاكس آه بوكس وقبلت انا انا قبلت كل الاضافات بس اتمنى تصبرون الين ما ما يعني اسوي انا اسوي لي حساب جديد في السوشيال كلوب. واكلم كذا واحد يعني من الناس اللي يعرفهم عشان تكون نصابتنا يعني كبيرة مو بأي واحد يعني مو بالناس يعني يكون نكون شوية نبغى نكون كثار نبغى نكون في يعني مهجدين العصابات الباقية يعني انت ايش قصدي؟ ولما الآن أنا قاعد أفكر في اسم لعصابتنا بس ما عندي يعني ما ما جاني يعني ما جاء في راسي اسم زين فالناس اللي يبغون يساعدوني باسم ويبغون يكونون معي في العصابة اتمنى تعدون هذا الشيء في الكومنت سكشن وغير كذا الناس اللي يبغون يصيرون معي في العصابه اتمنى تكتبون الجيمر تايز حق حقكم في الكومنت سكشن وتسووا لي عشان اعرف انك انت هذا اللي كتبت اسمك في الـ في, الكومنت سكشن طبعا في الكومنتات ترى انا ما احتاج تسوون لايكات للكومنت عشان يرقف فوق وانا اشوفه انا اقرا كل كومنت في كل فيديوهاتي ما قد يعني ولا مره فوت كومنت عشان من الحين اقول لكم ما يحتاج تقولون سووا لايك عشان يشوف هذا الكومنت ما يحتاج انت بس اكتب الكومنت حقك وانا راح اشوفه انا اقرا انا ما فوت ولا كومنت في يعني عندي الحين فوق 600 فيديو ما ما قد فوت ولا كومنت من من الحين اقول لكم فما يحتاج تقول سووا لايك عشان يشوف الكومنت هذا ولا الخريطه هذه اوكي وبس هذا اللي عندي uh, إذا عندكم أي أسئلة أتمنى تكتبونها في الكومنت سكشن، وأتمنى يعجبكم هذا الفيديو، إذا عجبكم أتمنى تسوون لايك، إذا ما عجبكم أتمنى تسوون ديسلايك. كثروا من الديسلايكات احبها مدري ليش كان معكم سامي فلير واشوفكم في جاي وانا متحمس لجي تي اي 5 مع السلامة